الشرقيه. حاج طب عبده دكتور، اتفضل يا حاج عبده. والله يا دكتور انا عاوز اسال حضرتك سؤال، عاوز القح تلقيح صناعي، هل هو افضل من الطبيعي؟ وهل في توائم؟ يعني الدكتور يعرف يعمل لي توأم؟ تمام. هو طبعا يا حاج عبده التلقيح الصناعي له مزايا كبيره جدا وله فوائد احنا بنلجأ له فيها. من مزايا وفوائد التلقيح الصناعي ادخال سلالات جديده، تحسين النسل بتاع الحيوانات عندي. لو انا عندي جايب طلوقه صفات لبنه عاليه وصفات لحمه عاليه، والام عندي صفات لبنها قليل وصفات لحمها قليل، النتاج بتاعي هيطلع واخد 50% من الام و50% من الاب، يبقى انا كده رفعت مستوى الصفات الجيده في القطيع بتاعي. تاني حاجه التلقيح الصناعي بيفيدني في ايه؟ ان انا بلقح بيه اعداد كبيره جدا، القذفه الواحده من الطبيعي ممكن تكفي لي من 1000 ل 2000 جرعه في التلقيحات الصناعي. يبقى كمان اقتصادي عالي، بيدخل لي سلالات كويسه جدا. رقم ثلاثه وده الاهم، ان هو بيقلل لي او بيمنع لي حاجه اسمها الفينيريال ديزيز، اللي هي الامراض الناتجه عن الجماع، اللي هي اخطرها واشهرها البروسيلا والسل والترايكوموناس والفيبروفيتاس والليبتوس باير. حاجات الخمس امراض دولت او الامراض اللي بتنتقل عن طريق الجماع مع التلقيح الصناعي بتقلل لي القصه دي خالص. يبقى بتقضي على المرض، بتحسن الناس باقتصادي، انك من طلوع واحد تكفي مجموعات كبيره جدا لو انت حبيت تعملها. طبعا التلقيح الصناعي مهم جدا وله مزايا كتير. يا دكتور بعد اذنك، لو عاوز عشان تبقى ام تانيه القح ايه؟ لو عايز تبقى ايه؟ يعني المولود دي لو جت انثى اخليها ام يبقى لبنها كويس، القح ايه؟ هات اعلى حيوانات في انتاج اللبن، اعلى حيوانات بالنسبه للهولشتين. قول اللبن الام العجل ده بتجيب مثلا فوق ال 10 طن او فوق ال 11 طن في حياتها كلها، تجيب منه وتدي